اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. الأبراج تكشف لك الإيجابيات والسلبيات في شخصيتك. عالم الأبراج من أكثر الأمور التي أصبحت تشغل الكثير من عاشقي البحث والغموض، نظراً لأن هذا العلم يوضح ما يجتمع عليه جميع الأفراد الموجودين بنفس البرج من صفات، سواء ميزات أو عيوب. فمن يتعاملون مع أفراد جدد في المعاملات، سواء صداقة أو عمل أو غيرها من العلاقات، يحاولون من خلال صفات البرج تكوين فكرة بسيطة عن صفات الشخص الذي يتعاملون معه. نظراً لهذا الفضول يبحثون عن صفات كل برج. نحن في هذا الفيديو سنحاول سوياً تكوين كافة صفات الأبراج لتيسير الأمر على من يعشقون هذا العلم. برج الحمل. يتميز برج الحمل بثقته بنفسه وشجاعته وسرعة بديهته، وهو عاطفي للغاية، لكنه في بعض الأحيان يكون متهور وأناني ولا يمتلك الصبر الكافي وسريع الغضب. إيجابيات برج الحمل: الثقة في النفس، الشجاعة العالية، الشغف والمغامرة، سرعة البديهة، الحماس الشديد والاندفاع في الحب، وحب الاستقرار والتميز. أما سلبيات برج الحمل فهي: سريع الغضب، يتكلم بعفوية شديدة ولا يحسب للكلام حسابا، التسلط والعدوانية أحيانا، بالإضافة إلى الأنانية وعدم الصبر، وأحيانا التهور. برج الثور. يتميز برج الثور بالعزيمة القوية في حياته وعمله وتحمله لشتى الأمور، إلى جانب أنه شخصية عاطفية جدا ويخلص لمن يحب وناجح في علاقته لفترات طويلة، لكنه يعشق التملك وغيور جدا في حبه وفي معاملاته وفي محيط العمل أيضا، وأحيانا في بعض علاقاته مع الآخرين يغلب عليه انطباع الطمع والفضولية إلى حد ما. إيجابيات برج الثور تشمل: الإصرار والعزيمة، العاطفية إلى أبعد الحدود، الإخلاص التام. هذا البرج يفضل أيضاً العلاقات الطويلة المدى، ويمكنك أن تعتمد عليه. سلبيات برج الثور: شخص فضولي يميل إلى الطمع والجشع والغيرة ويحب التملك. برج الجوزاء. يتميز برج الجوزاء أنه اجتماعي ويتودد إلى الناس، ولديه مواهب كبيرة في الإبداع، يعشق المغامرة في حياته، ذكي لماح، ولديه من الصبر القدر الكافي لتحمل الكثير من الصعاب، إلا أنه أحياناً قد يكون متوتر وعصبي وذات مزاج متقلب في تعاملاته وفضولي إلى حد ما. إيجابيات برج الجوزاء: الجوزاء يهتم بالتفاصيل كثيراً، ذكي وموهوب، اجتماعي ومغامر، لكن في نفس الوقت هو صبور. سلبيات برج الجوزاء: متوتر وعصبي وأحيانا فضولي، وهو متقلب المزاج ومتهور. برج السرطان. يتميز برج السرطان أنه عاطفي وذات خيال واسع وخصب، واجتماعي للغاية، ويضحي من أجل من حوله، إلى جانب أنه مرهف الإحساس، ولكنه قد يغضب بسرعة ويميل إلى العنف إلى حد ما، ومزاجه متقلب بعض الأحيان. إيجابيات برج السرطان: السرطان يعشق الحياة الأسرية، خياله واسع وعاطفي وحساس كثيرا، وهو اجتماعي ويساعد الآخرين في حل مشاكلهم رغم ما يكون لديه من مشاكل أحيانا. سلبيات برج السرطان تشمل: عنيف أحياناً، كثير الغضب، هوائي، ولديه حب الانتقاد. برج الأسد. برج الأسد برج عقلاني للغاية، وبداخله إبداع وتطور كبير، إلى جانب أنه متفائل في الكثير من الأمور، وهو كريم جداً في معاملاته المالية، ولكن على الرغم من ذلك قد يكون متشدد في طباعه إلى حد ما، وصبره قليل، ويعشق السلطة. إيجابيات برج الأسد:
الأسد لديه طاقة كبيرة في الإنجاز ومتفائل جداً، مبدع وكريم، ولديه سعة في العقل ولا يخاف. أما سلبيات برج الأسد فهي: يتفاخر دائماً، متغطرس أحياناً، متسلط ومتشدد وعديم الصبر. برج العذراء. العذراء ذكي جداً ويعشق العمل لأنه شخصية عملية، ويسعى باجتهاد كبير في عمله، ولا يحب الثناء عليه لأنه متواضع، ولكنه قد يكون قلوق إلى حد ما، وينشد الكمال في أغلب أوقاته، وهذا بالطبع يجعله قاسياً أحياناً للوصول إلى هدفه. إيجابيات برج العذراء: منظم ويحب الاستقرار في حياته، ويمكنك بالتأكيد الاعتماد عليه. كما إن مواليد برج العذراء مجتهدون جداً، عمليون وأذكياء أيضاً، لكنهم متواضعون وخجولون جداً. سلبيات برج العذراء: العذراء ينتقد كثيراً ويسعى للكمال، وهو لذلك كثير القلق وقاس ودقيق جداً. برج الميزان. يعتبر برج الميزان دبلوماسي في تعاملاته وجذاب في طريقته مع الآخرين، ويحب الاستقرار والزواج وكل من حوله يحبونه نظراً لشخصيته المحبوبة، لكنه بعض الأحيان يميل إلى العزلة والانطواء، وقد يكون متردداً في قراراته وساذج إلى حد ما. إيجابيات برج الميزان: لديه دبلوماسية في التعامل، محبوب، رومانسي وساحر، مؤدب، يحب الحياة الأسرية. أما سلبيات برج الميزان فهي أنه انطوائي، متردد وساذج أحياناً. برج العقرب. العقرب مغامر، يعشق التغيير والإثارة، وعاطفي جداً في علاقاته. إنه مستمع جيد وكاتم أسرار لأصدقائه. يتمتع العقرب بالقوة البدنية وفي الشخصية أيضاً، ولكنه قد يكون عنيد جداً وغيور أحياناً على من يحب، وحركاته قد تتسم بالغموض. يعشق معرفة كل شيء عمن حوله، فهذا يجعله فضولي إلى حد ما. إيجابيات برج العقرب: قوي وذو عزيمة وهمة عالية، شخصيته جذابة وعاطفي، وهو كاتم جيد للأسرار. أما سلبيات برج العقرب فهي أنه غيور، عنيد، غامض، يحب التملك وفضولي أحياناً. برج القوس. يتمتع برج القوس بروح مرحة متفائلة تحب الحياة، مما يجعله متفائل إلى حد ما. يتسم بروح المغامرة مستخدماً ذكاءه المميز عن بقية الأبراج، ولكنه رغم كل ذلك مزاجه متقلب أحياناً، فيميل للانطواء، وقد يكون مهمل بعض الشيء في حياته وعمله، ومتساهل وسطحي في اتخاذ بعض القرارات. إيجابيات برج القوس: متفائل ومحب للحرية ومرح، صادق، ذكي ومغامر. أما سلبيات برج القوس فهي: ميال للانطواء، سطحي، يؤجل أموره، وهو عديم المسؤولية وغير لبق، ويتسم بالقلق، مزاجه منحرف، ويخرج عن المألوف لفترة مؤقتة. برج الجدي. برج الجدي برج عقلاني من الطراز الأول، وهو لديه عقل متميز وحكيم، وأيضا يحب المرح والفكاهة، لكنه لا يثق بسهولة في الناس، فعلاقاته تبدأ ببطء إلى حد ما، وقد يصيبه التشاؤم أحيانا نظراً لتمسكه بالعادات والتقاليد والمظهر أمام الآخرين، فهو يحب أن يظهر دائماً في أفضل صورة أمام أقرانه. إيجابيات برج الجدي: يتسم الجدي بالعقلانية والصبر، وهو منظم واجتماعي وعقلاني، لكنه بطيء قليلاً. سلبيات برج الجدي: يميل هذا البرج للتشاؤم، وهو متمسك بالعادات والتقاليد. برج الدلو. يعد برج الدلو برج العباقرة، نظراً لأنهم مبتكرين
ويعشقون الاختراع والبحث عن كل ما هو جديد، إلى جانب روح التفاؤل والمرح والود المحبب مع من حولهم. للدلو أخلاق مثالية تجعله مميز دائما، ولكن قد تكون تصرفاته غريبة أحيانا وبها بعض المشاكسة. سر نجاح مواليد برج الدلو العناد والإصرار على التغيير، وأيضا قدرتهم العميقة في البحث والتدقيق. إيجابيات برج الدلو: شخصية جذابة تتميز بالأصالة والمثالية. الدلو صادق وودود، عاطفي وميال للفرح وذكي. أما سلبيات برج الدلو فهي: مشاكس، لا يستطيع أحد توقع تصرفاته، وهو إلى جانب ذلك عنيد جدا. برج الحوت: برج الحوت عاطفي للغاية ومرهف الحس، وهو من أفضل الأبراج من حيث العاطفة، فهو البرج العاشق المحب لأبعد مدى، ولكنه في حالة عشقه قد يكون ضعيف الشخصية إلى حد ما لتأمين الراحة لمن يحب، وفي بعض الأحيان يكون غامض ولا يتحدث كثيرا عن مشاعره، وخير من يحافظ على الأسرار. إيجابيات برج الحوت: غير أناني ولا تهمه ماديات الحياة، وهو حساس وعاطفي من الطراز الرفيع. أما سلبيات برج الحوت فهي: ضعيف الشخصية وتسهل قيادته، والحوت أيضا غامض وكتوم.